بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سأواصل شرح العائلة تراكوكو مايسيا. هذا هو التصنيف الكامل للعائلة تراكوكو مايسيا. طيب، ضمن هالعائلة سأخذ واحد من أجناس الفطريات المهمة، مثل ما تحدثنا قبل قليل عن الجنس بنسيليوم. هذا الجنس أسبرجيلوس أيضا جنس مهم، يضم بحدود 100 نوع. بما يتميز بحامل كونيدي، والبنسيليوم أيضا كان يتميز بحامل كونيدي، ذاك في 3 أنواع من التفرعات. هنا لنرى بما يتميز هذا الحامل بأنه ينشأ من خيوط فطرية، هاي النقطة الأولى. من هذا الخيط الفطري ما ينشأ من خلية قاعدية، كنا نتذكرها الفوت سيل، الخلية القدمية أو خلية القدم. بماذا ينتهي؟ بحوصلة منتفخة، بحوصلة فازيكلز منتفخة. ماذا تعمل هذه الحوصلة؟ الفايليدات القارورية الشكل، القارورية الشكل، كما هو الحال في الجنس بنسيليوم، كما هو الحال اللي قلنا هناك تشبه نوعا ما ثمرة الكمثرى. طيب، إذا يتميز بحامل كونيدي ينشأ من خلية سميناها الفود سيل، ويحمل فياليدات على حوصلة تعرف بالفياليدات القارورية. هناك ميزنا 3 أنواع من التفرعات في الجنس بنسيليوم. هنا ماذا نميز يا شباب؟ ماذا نميز؟ الحوامل، هذه الحوامل يمكن أن نميز نوعين من حوامل، بس انتبهوا لي، الفياليدات، الفياليدات، الحامل اللي يحمل الفياليدة فيه نوعين في الجنس أسبرجيلوس، بينما كان الحامل الكونيدي في البنسيليوم يقصد هذا اعتمادا على تفرعه. إذا نلاحظ ما هو النوع الأول من هذه الحوامل في جنس الفطر أسبرجيلوس. الأول هو يونيسيريات أحادي الصف، يونيسيريات أحادي الصف، النوع الأول من الحوامل الفياليدات في جنس أسبرجيلوس يونيسيريات، حيث تحمل الفياليدات مباشرة على الحوصلة. هذا النوع الأول، الفياليدات تحمل مباشرة على الحوصلة. النوع الثاني باسيريات، راح تحمل الفيالة على ذراع ميتيولا، على ذراع ميتيولا في الصف الأول. الفياليدة كانت محمولة مباشرة على الحوصلة، سميناها يونيسيريات. البايسيريات عندنا الفياليد محمول على ذراع على الحوصلة، إذا تنشأ على الحوصلة. هذه الميتيولا موجودة على الحوصلة ثم تعمل عليها الفياليدات. وعندنا شكل يوضح الفرق بين ما موجود من حوامل في البنسيليوم والأسبرجيلوس. طيب، ناخذ هذا الشكل الرائع، انتبهوا يا شباب، هذا الشكل الرائع. احنا قلنا عندنا نوعين، اذا كانت هذه الفياليدة محمولة مباشرة على الحوصلة سميناها يونيسيريات، اذا كانت محمولة على ميتيولا، هذه الميتيولا باللون المميز الازرق، ثم تأتي الفياليدة اللي تحمل الكونيدات، عرفنا بالباي سيريات. هذا بيا فطر بانواع جنس الفطر اسبرجيلوس. نريد نقارن هنا، بس لاحظوا لي، هذا موجود في الفطر أسبرجيلوس، وهذا وين موجود؟ في البنسيليوم. وعرفنا انه هذا الان مجرد ما باع عليه هذا النوع من النوع تير بيرتسليت، هذا اللي هو متفرع. هنا عندنا وين موجود؟ موجود يحمل مباشرة، هذه الفياليدة وين موجودة؟ مباشرة على الحوصلة. هذه مقارنة بسيطة بين فطري الانواع الفطرين أسبرجيلوس وبنسيليوم سبيشيس. طيب، ماذا تكون بعض أنواع الفطر؟ بعض أنواع الفطر أسبرجيلوس تكون خلايا سميكة سميناها هولي سيل، هولي سيل يا شباب، هذه هي اللي راح تحمل الأكياس يا شباب، بس انتبهوا لي، هذه الهولي اللي هي عبارة عن خلايا سميكة تكونها بعض أنواع الفطر أسبرجيلوس، هذه تكون بما يشبه العش، تتكون عليه الأجسام الثمرية الكيسية. إذا أين تتكون الأجسام الثمرية الكيسية في العائلة تراكوكو مايسيا في الجنس أسبرجيلوس؟ تتكون على نوع من الخلايا سميكة الجدران تعرف بالهولي سيل، تتكون على الأجسام الثمرية، والأجسام قطعا تحمل الأكياس الجنسية اللي تحمل سبورات الأزكية الجنسية. بماذا تختلف هذه؟ تختلف ألوان، يعني الفطر، الفطر أسبرجيلوس سبيشيز تختلف كوانيده باللون، على ما يعتمد الاختلاف في لون الكونيدات على النوع أولا والوسط ثانيا. كيف تتكون؟ بسلاسل كما الحال في البنسيليوم، والمحمولة على الفياليدات، وقلنا الفياليدات على نوعين، إما يونيسيريات أو بايسيريات. طيب،
كيف تعزل أنواع الفطر أسبرجيلوس؟ من أين تعزل؟ يعني من ممكن نحصل على الفطر أسبرجيلوس؟ باعوا يا شباب من التربة، من بقايا النباتات، من الغبار المنزلي. لكن ما يهمنا هنا هو أنه تكون بعض أنواعه ممرضة للإنسان كما هو الحال في البنسيليوم. إذا بعض أنواع الفطر أسبرجيلوس تكون خلايا سميكة الجدران عرفت بالهولي سيل اللي هي تشبه العش، تتكون عليها الأجسام الثمرية الكيسية والتي تكون بداخلها الأكياس اللي تحمل سبورات كيسية. طيب الكونيدات تختلف في لونها حسب النوع ولصد شرعي، تتكون بسلاسل طويلة كما هو الحال بالنسيليوم. من أين تعزل؟ تعزل من مدى واسع جدا جدا، وهذا هو اللي يبين خطورة الفطر أسبرجيلوس، لأن يعني قسم منها سيكون ممرض للإنسان. هذا الشكل يا شباب اللي يميز لي هذه الخلية، بس انتبهوا لهذه الخلية اللي قلنا عليها سميكة الجدران هولي سيل، هولي سيل هي اللي راح تحمل لي هذا الكيس. ذات انتبهوا لي هذا الكيس، هذه الثمرة، هذه الثمرة اللي تحمل أكياس الأسكية اللي تحمل سبورات جنسية أسكية. إذا أين تتكون الأجسام الثمرية على في الفطر أسبرجيلوس سبيشيز؟ بعض أنواع الفطر على هذه الخلية اللي تتميز بأنها سميكة الجدران هولي سيل، هولي سيل اللي هي تتميز بأنها سميكة الجدران. طيب لو عندنا الآن انتهينا من التراكوكو مايسيا واللي أخذ منها الجنس أسبرجيلوس، طيب أريد ناخذ صف آخر، أريد هذه العائلة كانت تابعة ليوروشيو مايسيس، ناخذ لوشيو مايسيس صف آخر من ضمن الفيزيزو مايكوتينا اللي هي تحت شعبة الفطريات أسكومايكوتا. طيب هذا اللوشيومايسيت ماذا يضم؟ من أين يتكون؟ ما فيه فطرياته سابقة تسمى بالديسكو، أي الفطريات القرصية غير القرصية ديسكومايسيت، سابقا تسميتها السابقة قبل أن تسمى باللوشيومايسيت كان تسمى ديسكو، اللي هي فطريات قرصية يعني كيسية قرصية غير غطائية. طيب ماذا يضم؟ يضم فطريات لا تكون الأشينات، هاي النقطة الأولى، وتكون ثمارا كيسية من نوع الأبوثيسية الكأسية، الأبوثيسية. إذا النقطة الأولى لا يرتبط الفطر يعني لا يكون أشينات، والنقطة الثانية الكيس أو الجسم الثمري والد من نوع الأبوثيسية أي الكأسي. طيب ماذا تميز هاي الأبوثيسية؟ بأنها صغيرة الحجم، ذات طبق خصبة مكشوفة، وهذا معروف الجسم الثمري الكأسي طبقة الخصبة مكشوفة، أكياس أحادية الغلاف يونيتونيكين. طيب بس انتبهوا لكلمة غير غطائي، إن أوبر يعني لا توجد، لا يوجد غطاء يغطي الفتحة التي تخرج منها السبورات، أوبركيوليت فتحة، إن أوبركيوليت يعني أوبركيوليت ذات غطاء، إن أوبر غير يعني لا تمتلك الغطاء. طيب إذا ما تمتلك، تمتلك فتحة طرفية للتحرر الأبواق منها. يا شباب هذا اللوشيو كان كنا نسميه ديسكومايسيت لأنه فطر كيسي قرصي غير غطائي، الفتحة اللي تغلق لا تمتلك الغطاء، لا يحيط بها غطاء. طيب النقطة الثانية لا يكون الأشينات، النقطة الثالثة جسمه الثمن نعلى الأبوثيسي، وهذا يتميز بين صغير الحجم مرة والطبقة الخاصة مكشوفة، والأكياس ستكون أحادية الغلاف يونت نيكيت. طيب غير غطائية أي لا يوجد غطاء على الفتحة تتحرر منها السبورات الكيسية الجنسية. ماذا يضم؟ يضم 521 عائلة وأكثر من 520 جنس، منها 115 جنس غير مؤكدة، غير مؤكدة. هذا كل من كلها تابعة للصف لوشيومايسيس. طيب هذا الصف يتميز بتنوعه المظهري والبيئي، يضم أنواع كبيرة الجسم الثمري مثل بعض أنواع سيتاريا سبيشيس. يا شباب هذا الصف لوشيومايسيت يتميز بتنوع المظهرين به، يعني عندي قسم من الفطريات تكون أجسام ثمرية كبيرة، وقسم منها يكون أجسام ثمرية صغيرة مثلها هذا، بس انتبهوا لي هذا الفطر لوفوديرميوم، هذا لوفوديرميوم سبيشيز يعطيني جسم ثمري صغير، عكس تماما السيتاريا سبيشيز اللي يعطيني جسم ثمري كبير. ماذا يتميز الصف لوشيومايسيس؟ بتنوع مظهري وبيئي، اي اجسام الثمريه قسم يكون كبيره وقسم يكون صغيره، وبنفس الوقت يضم فطريات مهمه جدا جدا وسبب مرض خطير على اشجار الفاكهه وعلى الخضر يعرف بالبياض الدقيقي، اذا يضم الفطريات ممرض النبات. طيب
انتبهوا لي هذا الشكل يا شباب، اللي قلنا السيتاريا يكون أجسام ثمرية كبيرة الحجم، عكسي تماما يا شباب الفطر لوفوديرميام، هذا يكون أجسام صغيرة حجم. سيتاريا اللي احنا نريد ناخذ مثال على التنوع المظهري والبيئي لفطريات المنتميه والمرتبطه او العائده للصف لوشيومايسيس، السيتاريا يكون جسم ثمري كبير الحجم. هذا اللوفوديرميام سبيشيز يكون اجسام ثمريه صغيره الحجم، وراح نشوفه هذا السيتاريا سبيشيز يعطيني اجسام ثمريه كبيره الحجم. طيب بماذا تتميز فطريات التابعه للوشيومايسيس؟ اولا اكياس رقيقه، ثانيا أحادية الغلاف، ثالثا ذات فتحة في القمة، وأهم ما يميز فتحة أنها لا تأتي على غطاء تتحرر منها الأبواب. النقطة الأولى أكياس رقيقة أحادية الغلاف ذات فتحة قمية غير غطائية. النقطة الثانية يضم هذا الصف فطريات غير غطائية. طيب أما المفهوم الحالي فإنه يضم فطريات مختلفة مظهري وبيئي، وأخذنا السيتاريا اللي هو يعطي جسم كبير الحجم تختلف في المظهر والبيئة. انتبهوا لي على هذا الموليزيا فينتوزا، هذا الفطر ماذا يحتوي؟ بس انتبهوا لي هذا اللون الأزرق، هذه الفتحة تتحرر منها الأبواق الكيسية ولكنها لا تحتوي على أوبركليات غير غطائية. أوبركليات. طيب هذه الفتحة القمية بماذا تتلون؟ بلون أزرق عندما نعاملها باليود، وهذا هو اللون الأزرق وهذا هو اللون الأزرق. طيب يا فطر هذا موليزا، هذا الفطر ترى ما موجود يا شباب بالشرح، يعني فقط لمثال انه هذا هالشكل من هذا الفطر يبين ان هذه الفتحه انها غير غطائيه. طيب وفي الختام الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يسترني واياكم ويحفظني واياكم من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.